هتكلم واقول ايه عن الزمان والدنيا وهعمل ايه وهعمل ايه ما هي في الاساس دنيا الدنيا دي دورة فدينا فيها المكسب وفيها خسارة قول يا مراوي خلوني ساكت لو اتكلم لو اتألم يبكي الحجر علشاني خلوني والهم فاضل له شوية ويصاحبني الفكر رايح جاي عليا ومش سايبني والهم فاضل له شوية ويصاحبني والحملة حمل جبال والصبر صبر جبال الحملة حمل جبال والصبر صبر جبال ده انا اللي كان يطلب عليا بقول له حاضر والصغير والكبير بعمل له خاطر ده انا اللي كان يطلب عينيا بقول له حاضر والصغير والكبير بعمل له خاطر خليك حليم يا طبي اصبر عليا يومين انا برضو راجل جدع صرني الوجع في يومين صرني راجل جدع وانا صرني صاحب جدع اسأل علي انا فين يا قلة العصر بقيت مرض العصر يا قلة بقيت مرض العصر بقول غصب عني من كتر ما اتعمل فيا كل فصل وفصل كله بان على اصله بخيانته وقلت اصله كله بان على اصله بخيانته وقلت في ناس ذهب بقوا فلسوا وضمايرهم أحلى غمران أنا اللي كان يطلب عليا بقول له حاضر والصغير والكبير أعمل له خاطر اللي كان يطلب عليا بقول له حاضر
الدكتور راجل جدع صرني الوجع في مين ولا صرني راجل جدع ولا صرني صاحب جدع اللي بحب النبي يدور فيه يا قلة العصر بقيت مرض العصر يا قلة العصر بقيت مرض العصر اللي بحب النبي يسبح له صوته السلام ابو شايف ليه جايين عليا انا مش عارف ليه السلام ابو شايف ليه جايين عليا انا مش عارف خلوني ازاي الناس ده بقوا فالصو اللي بحب النبي يسقف معانا